الثورة يعاني من عدة غيابات وتقدر تكون بلال بولبيان. و كرة صعبة والحارس كانت خطيرة هذه الكرة. هو اللي نعم شوف تسديدة لكن وينطلق هذا الفلق هذا من دكة الاحتياط والمحاولة لصالح فريق شباب الثورة. تدخل طوال دون أن يستعمل الخطأ لأنه دخل مباشرة للكرة. يعني بكرة باليد أي تماس. يعني اللاعب يخرج وجه لوجه، ما فيش اللاعب موجود على الجهة العربة. خروج تاع الحارس يعني خروج مرفق من طوال. يرفعها اللاعب على الجهة اليمنى مباشرة لناحية أمقراط ومحاولة فيه. تبقى الكرة لصالح مولوديت بجاية في محاولة صعبة وخطيرة وتدخل ناتيش وتدخل في الكرة. ثم تسديدة مانيك عفوا كمارا. لقطة صعبة وأول يعني لقطة خطيرة. لا لو شوف المحاولة لصالح فريق مولودية بجاية لقطة عمليات تبقى لصالح فريق المولودية والهدف لا والهدف لا 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 خارج الإطار. شوف العمل بتاعها تمكن أنه يراوغ أو يمرر اللاعب جاء ويجي اللاعب أمقران. لا ثم الكرة تجي عند اللاعب كامارا 18 متر محاولة لصالح فريق خطيرة لصالح شبيبة الثورة. موال اللي نقول انه تنرفز من الزملاء تاعو لانه شوف الكرة كانت بامكانها انها تسكن شباك الحارس توال. وين اللاعبين تاع الموت وجدوا عدة صعوبات. بن يحيى الشريف داخل منطقة العمليات لا فيه مجموعة والمحاولة لصالح فريق والهدف الأول لصالح شبيبة الثورة. تدخل أو مراوغات عديدة ثم ما كانش في هناك تغطية وجاليت يخرج وحده وجه لوجه أمام طوال العثمان ويسجل الهدف الأول لصالح فريق شبيبة الثورة. هاي التجربة لحفيت شوف اللاعبين يحيى شريف حاول أن يراوغ ويتوغل داخل منطقة لاعب أنه يلعب. إذا الوالي مباشرة للهجوم وتعديل النتيجة. لا هناك تسلل وضعية تسلل الحكم عدا مع الزملاء. شوف عدا هنا عند انطلاق الكرة ما فيش وضعية تسلل. نشوف فيه لاعب من الخلف للبس الكرة. محاولة المراوغة نعم ينجح في المراوغة هذه مد كرة لما ناتيش رأسية من أمقران وناتيش كان في بالمرصاد حقيقة. ناتيش خرج هذه الكرة. المحاولة لفريق مولودية بجاية أرضية وتدخل كان لقطات مثل هذه لو تتكرر يعني قادر الموب أنه يوصل. شوف الهدف الثاني لصالح فريق شبيبة الثورة. حرمتنا من الرؤية. شوف طوال هو اللي خدمه والحكم يعلن عن نهاية الشوط الثاني.